الفن التشكيلي مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة أيضا هو أحد أنواع الفنون البصرية التي تصور الجمال عبر عدة أشكال، سواء كانت رسومات أو نقوشات ومنحوتات تتطلب مهارة وتقنية عالية في صناعتها. وقد تعددت أنواع الفن التشكيلي حيث يوجد أكثر من نوع اليوم. سنتعرف مشاهدينا على الكثير من تفاصيل هذا الفن الراقي مع فنانة تشكيلية كان لها بصمتها الخاصة في هذا العالم من خلال المشاركة في كثير من الفعاليات والمعارض وورش التدريب، وهي حاليا تعمل كنائب مدير الإدارة العامة للفنون التشكيلية بوزارة الثقافة. نرحب في ديواننا بالفنانة التشكيلية شفاء الشعيبي، يسعد مساكي وأهلا وسهلا فيك ومساء الفن والجمال. أهلاً وسهلاً فيكم، شكراً جزيلاً للاستضافة. يعطيك العافية الفنانة شفاء. بداية يعني هل تحبي أن نعرفك كفنانة تشكيلية أم بماذا يعني؟ ماذا تعرفي نفسك؟ ما هو التوصيف المناسب للجمهور؟ نعم. والله شوف، يعني الفن بشكل عام زي ما قلت أنت سلوك إنساني، يعني غير إنه هو في تهذيب للنفس، تهذيب للروح. فأنا يعني أكثر من هذا الشرف، أكثر من هذا اللقب، غير لقب الأم فهذا لقب أيضا مهم. يعطيك العافية. بس كشخصي أنا أحب فنانة تشكيلية. ممتاز. لا لكن يعني في نفس السياق، احكي لنا حكايتك مع دخولك لمجال الفن، كيف بدأت المراحل التي ربما يعني حبيتي هذا المجال؟ هو سبحان الله، كوني كنت أمتلك الموهبة منذ الطفولة، وكنت دائما جدران المنزل كلها مليئة بالشخابيط كما كانوا يسمى علي، يعني تشخبط الجدران، خلاص شخبط الجدران، بعد ما شخبط امسحي. فكان يحز في نفسي، بس انه سبحان الله يعني ما كنت اظن اني يوم من الايام حكمل في الفنون، لانه كنت انا زي ما يعني يسموني شاطره جدا في الدراسه، وكنت يعني اطمح اني ادرس طب او هندسه. فبجانب الفنون يعني بجانب كفن حيظل عندي موهبه. في تلك الفتره كنت هذا تفكيري فعلا. فأثناء تخرج الثانوية العامة ما جبت حصلت هذا المؤهل لتخريج طب، فصراحة صار عندي دروب وقلت إنه مش هكمل، مش لازم أدرس جامعة. الحمد لله الأهل كانوا جدا داعمين، أدوني مساحتي، قالوا لي أنت حرة فكري شوفي المجال اللي أنت حابة تدخليه. أخذت سنة كاملة، في خلال هذه السنة دخلت أكثر من دورات كمبيوتر، دخلت ميك أب أرتست، دخلت، فكنت في كل مره ادخل اطلع من المتفوقين. فهذا صار لي تعزيز في النفس انه لا، انا ما كنت فاشله في الثانويه العامه، كان يمكن ما اخذت انصاف في درجاتي. فقررت ادخل ارجع فنون جميله. لما دخلت فنون جميله كان مشوار على الاقناع، لازم ابا اكمل فنون. طيب فنون انت حتطلع ايه؟ انا خلاص انت قلتوا لي قرري ادخلي مجال جامعه، هذا المجال اللي انا حابه ادخل فيه وحجرب. اشترطت كذا، ما اعرف ايش كانت عندي من اراده، قلت لهم انا حجرب سنه، اذا حبيت المجال وعجبني حكمل. وهذه ربما افضل تجربه، وخير قرار فعلا. نعم. عملتيه وقادتك الحياه لان تصبح اليوم فنان، وهذا الشيء رائع. يعني احنا لما نتكلم على الفن، انت عندك حتى بوادر الفنان من صغرك، وانت كنت بتقولي يعني بتشخبطي على الجدران، يمكن هذه هي يعني ملامح الفنان المبدع من وهو صغير. خلينا نتكلم على مصادر الالهام، من اين تستلهمي افكار اعمالك؟ ما هي الاماكن التي تاخذي منها مصدر الالهام الأساسي لعملية الرسم؟ شوفي، كإنسان في الأول في الأخير فنان إنسان، الفنان حساس أيضاً، سوري يعني أكيد إحنا بشر كلنا، إنسان فنان، سوري. فكل ما يلامسني كإنسانة ويلامس مجتمعي محيطي يترك أثر فيني. هذا الأثر يترجم خلال يعني لوحات، أعمال، مثل الكاتب في نفس الوقت يعني يستلهمه موقف. نفس الشيء الفنان، ممكن قضية معينة تستلهمني أرسم منها، لكن لازم يكون تلامسني حقيقي أشعر بيها. يعني مثلا أنا أذكر في بداياتي بعد التخرج أو في الجامعة، والله كانت الجامعة سنة التخرج، كان في موضوع موقف صار وتحدث عن الحجاب، أخذ حيز في نفسي أنه موقف. فقلت ما مفهوم الحجاب بالنسبة للمجتمع؟ ما مفهوم النقاب للمجتمع؟
يعني وعندنا مجتمع يختلف، في عندك محجب في منقب، فهذا كان جدا هاجسي. فأخذت هذه الفكرة وعملت مجموعة من الأعمال، يمكن أكثر من 6 تناقش موضوع الحجاب. هذا أنا كفكري، المتلقي قد لا يعنيه مثلا أنه فكرة الحجاب، أو قد لا يستطيع أن يصل إليه فكرة أن الموضوع هذه البنت مثلا فنان ترسم عن الحجاب، لا، هذا نص مفتوح. في الأخير أنا برسم قضية تلامسني، إذا أسقط الفنان أو المشاهد أسقط رؤيته على العمل، أنا ممكن أساعد وأقول له صحيح، ممكن هذه وجهة نظرك، ممكن أنت فيه، فأسمع. نعم. للمتلقين. نعم. فنانة شفاء، يعني ربما أنت أشرتي في أحد تصريحاتك أنك تستحضري دائما التاريخ، ومن التاريخ اليمني بعض القضايا، خاصة ربما كما هو باين في الصورة خلفك أنها يعني المرأة اليمنية وشكلها. يعني ما الذي يعني تستحضرينه من التاريخ اليمني وخاصة المرأة اليمنية؟ جميل. أنا يمكن هذا الفنان يمر بمراحل، في مراحل البدايات زي ما يقول الإنسان صح يتأثر ببيئته، لكن كان أيضا في شغف الفنان أو طموح، يعني الفنان يوصل لمرحلة من المحاكاة للواقع. إحنا البيئة اليمنية والطبيعة اليمنية تشوفوها جدا جميلة، فهي تنافس يعني. فكنت توجهي في تلك اللحظة، ما أحب كثير الأعمال الواقعية، أجيدها، ولكن أحب الأعمال اللي فيها تجريد، فيها سريالية كثير. لما ساءت الأقدار وعشت الاغتراب خارج اليمن، شعرت ان عندي لا مسؤوليه، بالذات انه الفكر عن اليمن يختلف، او الفكر العالم الاخر عن اليمن في كثير من المغالطات. فما يكون مالوفا للمجتمع اليمني، الستاره والهدهد، لا يكون مالوفا للمجتمع، للمشاهد العربي او الاجنبي. فهذه اصبحت من اهدافي، انه انا ببرز الهويه والرموز اليمنيه، ولكن ايضا في فكره، يعني ما بحطها مباشرة فقط. يعني مثلا أنا هذا اللوحة اللي تعرضوها هي عبارة عن مدرجات وحصن الغويزي من مختلف اليمن، وفيها رموز أو كان كتابة أيضا مسند. فهذا أنه أكثر من مشاهد لما يتلقاه يقول لي إيش يعني العربي، لا أقصد المشاهد اليمني، المشاهد اليمني هذه المواضيع يعرفها ويألفها. فأصبح توجهي استحضار الماضي والتاريخ وتوظيفه ونقله العربي والعالم بشكل. جميل جدا أن تأخذي على عاتقك هذه المسؤولية، وفعلا يمكن الإعلام لا يروج لثقافتنا بشكل كبير يعني كما يجب. شكرا. لكن احنا نحاول والله جزيلة. من خلال برنامجنا بنحاول من خلال قناة بلقيس أن نوصل صوت اليمن لكل العالم، ونشكر الجهود لفنانة مثلك أنها تكون أيضا مسؤولة لتوصيل الثقافة اليمنية إلى الخارج. لكن من بين كل الأعمال اللي أنت عملتيها، هل هناك عمل هو أقرب إلى قلبك؟ ما هي قصة هذا العمل اللي تحسي أنه عزيز عليك من باقي الأعمال اللي عملتيها؟ شوف، في أعمال كثيرة، كل عمل كان له قصة أو شيء معين، يعني هدف. مثلا في فترة رسمت المناظر أو التاريخ الأماكن المهدمة، فكان يستحضرني واستوقفني جدا أنه هنا كان حضارة، هنا كان في تاريخ، هنا كان إنسان، هذا أثره. في فترة معينة رسمت فيها البحر، بما أني أنا يعني تربيت في الحديدة، فكان هذه برضو بيئة محيطة فيه. في فترة رسمت فيها المرأة ودورها في المجتمع، وتنوع أزيائها أيضا، اختلاف الأزياء الجميلة. فكل لوحة فيه لها قصة، يعني أنا جدا صادقة فيما أقدم، وقلة في الإنتاج، ولكني يعني بحاول أقدم الأشياء اللي فيها يعني صدق كثير. زي هذه اللوحة مثلا، تجريد فيها وجوه تصادم حياة، هذه لوحة وحدة الروح مثلا. فأيضا الأعمال اللي أحبها هذه، من الأعمال كمان اللي أحبها رسمتها عن اليمن والوحدة، هذه عن الحرب والإنسان، يعني بقايا الإنسان شيء. هذه أيضا وجهة من الحديدة. نعم. لا، لكن يعني إذا يعني دائما ما الفن والفنانين أحيانا هو يرسم ويضع في رسمته مشاعره وأفكاره، لكن هل صادف أن حصل موقف فهمت الرسمة بشكل مختلف، أو بشكل لا يرضي الفنان، أو بشكل معاكس؟ هل حصل موقف معك في ما يتعلق بذلك؟ بالتأكيد حصل معي أكثر من مرة. وفي البدايات ممكن كنت أقول، كنت ممكن أتحسس أزعل، بعدين مع النضج والاطلاع، لا، أنا في الأخير أنا بقدم فن
المتلقي يسقط عليه ثقافته، فهمه بشكل خاطئ، فهمه بشكل صحيح، هذا هو ثقافته، هذا حصيلته، فهو يعمل إسقاط على اللوحة فقط، قراءته هو الشخصية. كنت في الأول أحب أن لا بشرح وبفهم، لا أنا استنير، أنير فقط، أنير، أضع مفتاح للمتلقي، أنير فقط، أضع البذرة والمتلقي هو يبني، ممكن أنا أساعده أيضا، مثلا اللوحة اللي ورايا، مثلا أنا هنا في محيطي يقولوا لي إيش علاقة الهدهد؟ طب الهدهد نعرفه إحنا قصة سليمان، طب إيش المرأة؟ هذا زي رسمي عندكم، طب ليش هذه الموتيفات أو الزخارف اللي في الخلفية؟ فهذا التركيب يثير المشاهد للقراءة، وبعدين أنا ممكن أوضح.